ويبرى في معاملته مع الجيران، ويبرى في معاملته مع من يلاقي بالقريب، يبرى في معاملته مع ما يلاقي من الدواب والحيوانات. تبرا اسرار رسول الله، انوار رسول الله، معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، حتى ضاء هذا النور الذي يخص ذواتكم وارواحكم منه اجسمه وانصبه، هيئت في الاجل ليأخذ كل النصيبه. فكيف نستجيب؟ وكيف نرتقي؟ وننتفع بما سمعنا؟ نخرج من هذا العالم متصلين برب العالم جل جلاله، نبين اننا لسنا بشيء واصلنا عدم، والذي حولينا كذلك، لكن الموجد واحد هو الذي اوجد كل شيء. فننظر الى حكمته في الوجود، وان شؤون الاسباب التي في قبضته محل اختبار للعقول فقط، وان اسرار التكليف ومنوط التكليف بما جعل سبحانه وتعالى من الإرادة والاختيار عند المكلفين من الإنس والجن، فعليها يقوم الشان في البلاغ وفي البيان وفي الإرسال وفي إنزال الكتب من السماء. وكل من أصغى واستمع ارتفع وانتفع واطلع وسلم من آفات الدارين، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اجعلنا ممن هديتهم وهم عندك من أولي الألباب. كثير عند أنفسهم من أولي الألباب، وعند كثير من المسلمين هم من أولي الألباب، ويأتون في القيامة يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. عيب عليكم يا مسلمين، ما كان أولى من أولي الألباب؟ كيف كانوا عندكم في أذهانكم وتصوركم من أولي الألباب؟ من غير الموازين لكم؟ أنتم آمنتم بهذا الإله الحي الدائم الباقي، كيف تنكرت عندكم الموازين وتغيرت وتبدلت؟ كيف انعكست؟ هم عنده ليس من أولي الألباب، فكيف عددتموهم أنتم من أولي الألباب؟ ألكم إله غيره؟ أم هناك مرجع آخر ليصحح وهمكم الباطل الخاطئ؟ قال لسيدنا الشافعي: مات الميت فينا وأوصى بمال لعقل الناس. من أولي الألباب؟ نعطي من الشافعي العاقل الحكيم الوليد الصالح المعارف العالم. شوف اللي زهدوا في الحقير المتاع وعقلوه خطاب الرب، استعدوا القاع، ما حتى هم أولي الألباب، هم عقل الناس، اعطوا الزهاد. عرفت من أولي الألباب؟ أولي الألباب من زهدوا في الحقير معرفة بقدر الكبير، من نظروا إلى الفاني بالسياج الذي جعله الله عليه. أنا زوال، انتهاء، انعدام، وما كان عليه الكسوة فأنا زوال، انعدام، انتهاء. يقول له مبلغ من عظماء عندك نشوفه عليه السياج القائم عليه، انت التفت الى صناعه من شنو البلدان الضعيفه صناعتها والمصانع والشركات دي، بمجرد ما تشوف الماركه بدون تشوف العلامه عليها تحتفلها على طول. هذا الكائنات من حواليك فوقها مكتوب ثانيه زايده بعيده منتهيه منضبطه، ما تشوفها وتغترب منها تعظمها؟ فمتى تعظم؟ انت لك سنين حرمت نفسك عظمته بهذا، رضيت بالوهم فمنعت العلم، ولو خرجت عظمه هذه من غشام قلبك لاجله بدت تلوح لك سر العظمه. سر العظمه، سر العظمه، يقول بعض الوراثه اللي وقفوا عند هذا القبر وردوا هذا المورد وحملوا اللواء للزيارة بالناس في شعبان من التي رتبها سيدنا الفقيه توسط عنده العيدروس الأكبر
نزل علينا عظم شيء لو نزل على جبال الدنيا لدق دق. نعم وأن لجبال الدنيا أن تحمل العظمة التي تحملها قلوب أهل القرب وقلوب العارفين وقلوب المقربين، حملت من أسرار العظمة ما لا تستطيعه الجبال. والجبال إذا انكشف لها من سر الوحي ما انكشف تصدعت. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وينظروا ما هيأنا بواطنهم له لأن يحملوه مما لا تحمله الجبال ولا ما دونها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فإذا علم قدر النعمة وقام للمنعم بالشكر وانتصب في محراب الشكر، محراب الشكر لا تنصرف أفكارنا إلى تعظيم غيره، أن لا تنصرف أفكارنا إلى تعظيم غيره، أن لا تنصرف أفكارنا إلى حمد غيره. فلا نحمد محمودين إلا بحمده بما شرع من حمدهم، فنحمدهم بما يحمدهم عليه وبما شرع لنا من حمدهم، وما عدا ذلك فعلى ما يحمد غيره وسواه. وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأنتم في ذكرى الهجرة ورسول المبعوث للعالم كله ليبقى هذا الأثر بأسرار بلاغه إلى أن تجتمعوا مثل هذا الاجتماع من البلدان شتى في بقعة. كيف كانت تلك الأيام؟ ولكن سر صدقه ووجهته في الهجرة ماشي ما يجد مكان يستقر فيه. 14 ليلة ما بين مكة والمدينة، الثلاثة الأولى منها وسط الغار، أول ليلة وثاني ليلة بدأ بغيته وسط الغار، الفرش حقه على حجار والوسادة حجرة، ويله الكلمة يضعها تحتها. الليلة كاملة ويوم كامل، وليلة كاملة ويوم كامل، ثلاث ليالي وهو وسط الغار. ما تستشعر هذا؟ يجينا احنا من بعد من هذا يغوينا؟ قلت بالتوحيد تلذذ في الدنيا هذا خير لكم. من يوسوس لنا هذا الوسوس؟ أفي هذا شرف أو عز أو كرامة؟ ماذا أقول للمؤمنين تقبل ظلمة الكفر، تقبل ظلمة الوهم، تقبل ظلمة ما لا أساس له ولا اعتبار له؟ سيد الوجود قبل مدة بسيطة من هذه الهجرة أخذ من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى في لحظات، ويوم 14 ليلة وعدوا في الطريق ما بين مكة والمدينة. قلوب المؤمنين المحبين في المدينة تبلغ، يخرجون كل يوم، بلغ الخبر أنه خرج من يوم كذا، تهيئوا له. الأنصار بأسلحتهم نازلين إلى المطلع الذي يطلع منه الوافد من جهة مكة إلى أن تحر الشمس فيرجعوا إلى بيته. سيدنا حمزة يتلفت، وهل أصابه شيء؟ هل أدركه أحد؟ هل أخذ إلى مكان؟ هل نزله شيء؟ إلى اليوم الذي وصل فيه بعد 14 ليلة قد رجع الأنصار إلى ديارهم بعدما حرت الشمس، فأقبل صاحبه مع صاحبه الصديق. وإذا بيهودي في صادف أنه في سطح بيته وقعت عينه على الجمال، ما تمالك لما رأى صاح يا بني قيلة هذا جدكم، يعني حظكم وغناكم جاء صاح عليه. سمعوا الصوت ثاروا إلى السلاح وخرجوا يتلقون سيد المرسلين حبيب الفتاح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. يكفيكم هذا معرفة المعاني الدنيا وقدرها، وأن حقائق ما يمكن أن تطلبوه في هذه الحياة رضوانا من الله أكبر، رضوانا من الله أكبر. أما بعد ذلك تقلقون على ماذا؟ ما شؤون كثير في المتاع مسخرة مبللة لكم، ونحن دون نرتقي مراقي للصادق منا
ينالها وهو مدلل مدلع. كان الجهد الصادق عند الصحابة، الجهد الصادق عند اللعين الأول، ونحن على كلام بعضهم. إذا أردنا نمشي للمكان ونسينا سيارات وركبنا طائرات، المتأخرين من الوراد اللي كانوا يقفون هنا يمكثون يومين من تجمع حتى يصلوا العشاء، تركب سيارتك وتعدي من هنا هنا ساعة ساعة ونص أقعد موجود مدلعين، احنا مدلعين. ومع ذلك كله أمر يتنزل عليهم يصيبنا نصيب، وهم هم في برة أخرهم وقبورهم وأرواحهم حاضرة. يقول لك ما تعبوا كمان عايشين نعمل فيهم هم يجون وهم والملائكة من فوق يحضروا من يقول هذا العباد جاوا على الراحة مع ما حد يحضر من مبنى الملائكة يحضرون الوقت يحضر والرب ينظر يشاهدوا البلاء. مع ذلك كله يغروننا يقولون لا تفكروا في متابعة نبيكم ما تهددكم من كان تعبوا الذين والأصوات تبدأ عند العشرين ايش عندكم يا سقط فيه يا حطب لي جهنم فيما تاخذونه؟ ناخذ الزمان من من الى من؟ نستبدل اي بضاعه باي بضاعه؟ يا حسرتنا على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ويتبعون من ويذهبون وراء من؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد، بخلهم وسط البحر وإنهم غرقوا في الدنيا وإلى النار وانتهت المسألة. وفاز الذي مع موسى وهذه إلا صورة هي متكررة إلى الأبد، اللي مع الحق ورسلهم بهم الفائزون الباقي كلام ثاني كلام ثاني ما تحت شيء بغى طرف من رمح ربي كما خرجت بسادحكم بسادحكم جبرها النار يقول هذا ما يعرف قدر الدنيا ايش من يعرف قدر ما لا قدر لا عرف قدر من له القدر. وسألكم يا رستم من معه ليه قلوبكم ارتعبت من داخل من هذا اللي ما يعرف؟ انتم بثقافتكم خفتم وهو بثقافته هيك بما تمحون عنه في الثقافة كان هو المهاب لما؟ بما أنتم بمعرفتكم قدر الدنيا ارتعبتم، وهو بعدم معرفته لقدر الدنيا تصلتم. لما أبان لكم عن فصاحة تهز العقول إلى يوم الدين؟ الله ابتعثنا الله ابتعثنا روحت مستنداتكم كلها. إيش صار قدركم بعد ذلك مستندكم إلى فين؟ هذا واحد يقول لكم الله ابتعثنا حتى المستندات حقك الآن روحت تلاشت كلها، مستندك قصر، مستندك فراش، مستندك فلوس، مستندك جيش، قال لك الله ابتعثنا. قال هذا اللي معك في بابل الآن الله. الله أنتم تتشرفون بالجمال المحمدي، إذا فقهتم الأمر وقمتم إلى الأسر لتصلحونها وقمتم إلى الديار وقمتم إلى التواصل بينكم البين وفقهتم سر هذا الخطاب شرفون بهذا الشرف لباس النسبة إلى الله. الله بعثكم وعدوا بواسطة فخمة بواسطة فخمة، بعث من قبلنا بواسطة الأنبياء السابقين لكن بعثنا بواسطة سيد الأنبياء. الله بعثنا بواسطة فخمة ضخمة عظيمة منيرة بواسطة محمد. إذا من المحبة عند ذكر صفته ابتسم من ابتسم هو يبتسم ابتسامته تضيء الوجود من فضل الله عليه وسلم. لما؟ لأمر واحد محبوب الحق. تعرف معنى محبوب الحق؟ مختاره منتخبه من بين جميع الشؤون والكائنات ظاهرا وباطنا حسا ومعنى اولا واخره. هذا محمد. يا سعادتكم بمحمد، من اللي جعلكم من امه محمد؟ قاعدين تدلعوننا في المجالس هذه، لا لنا بكاء مثل بكاء الصادقين، ولا لنا سجود مثل سجود المنيبين، ولا لنا صدق بدل وتضحيه، ومع ذلك مدلعين هنا نقول عطنا عبدنا وهم يقصر. جل جلاله لله الحمد لله المنيب.
نتذكر مجامعكم في ملتقياتكم واجتماعكم هذا لما نجي نزوره نذهب إلى عندهم ولكل واحد هدية هدية لكل واحد منهم شجرة كبيرة وانتم تعرفون ما أتاك ايش يعمل. إذا قبل السؤال ايش ينفك في عالم الحس حجر العقول تعالوا أسلموا فإن محمد جعلت أعطان من لا يخشى الغابر يقول أصحابه الله يحنن له عليه الله يحنن له عليه. إذا حب نسمع من الحنان دخل وسط الديوان كله فلان وفلان قليل ولا كثير واحد من شيوخنا خير جهل عن بعض رؤساء الدول كان ناس مساكين فقراء يحتاجون إلى أخذ جنسية عندهم جابوا له غائمة كبيرة فلما رأى وجه هذا الإنسان الصادق قال له ما بدأ وجب لي طلب بهذه الصورة والكمية لكن لهذا الوجه نوقع عليها وجهه فكيف بوجاهته المعنوية عند رب البريات. قال الله في شأن اعطاه إلى أعطى إن هذا أعطاؤنا فمننا وأمسك بغير حساب. لا إله إلا الله يا الذي ضاع في فضل حساب المحسب. بعد ما يبسط لكم هذا البساط يمدكم هذا السماء كيف ما نصدركم من جائره تخرجون إلى الديار الله بتعذر تخرجون إلى النفوس تقول لها الله بتعذر أنت وشهواتك وكذبك عليه وخدعك الله بتعذر تسمعي الله